بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا متواصلين لدعم المشاريع السودانية. نحن الآن من داخل وكالة قمم السحاب. الناس دي يا جماعة عاملين شغل جميل، وبجد أنا قصدت الناس تشوف الحاجة اللي عاملينها هي شنو. الناس دي والله قاعد يوصلوا دواء مجانا إلى السودان، يعني أي زول عنده دواء دار يشحنوه مجانا لحد السودان، يعني للناس اللي عندهم أمراض مزمنة وكذا. فجزاهم الله ألف خير، ويستحقوا مننا الوقفة، وربنا يوفقهم ويديهم الصحة والعافية. ونتمنى إنه أي سوداني محتاج لتذكرة الطيران عنده حاجة دار يشحنها يجي للناس ديل جزاء لعمل الخير اللي بيعملوه يعني. فندعو كل الناس الموجودين في الرياض يجوا يشوفوا الوكالة دي، ومعانا طبعا الإدارة توريكم الحاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنرحب أول حاجة بالناس الخير، هم البادروا بأعمال الخير. فنحن قمم السحاب للشحن الجوي والبحري والبري وتذاكر الطيران. الحمد لله عندنا فرعين في الناصرية وشارع غبير العام، وجاهزين إن شاء الله لعمل الخير في أي وقت في أي زمن إن شاء الله. جزاك الله خير. والإضافة لأنه عندنا ناس جوين عادية برضو بتبرع. يا سلام يا سلام. برضو يعني أي زول حاب يتبرع بدواء يصل الناس ديل، وإن شاء الله بوصلوه لحد السودان، يعني بيجوم أدوية بوصلوها وكده. فيا ريت والله الناس تدعوهم معهم يعني صراحة، لأنه بجد يعني حاجة جميلة جدا، ولهم ألف جزاهم الله ألف خير. ربنا يوفقهم إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نشكر الناس وكل اللي يجونا ويجيب لنا أدوية. الآن في واحد متبرع ب 100 كرتونة دواء تحسيرة. يا سلام يا سلام. إن شاء الله في ميزان عليها إحنا حاضرين في ميزان حسنات. يا رب الضغط والسكر موجودة في ميزان حسنات يا رب. إن شاء الله أي حدا إن شاء الله بيشوف الإعلان بيشوف كده يتواصل معنا. أي والله بيدعوكم يعني أي زول محتاج للدواء اللي هو قال متوفر عندهم، وتفضلوا تعالوا عشان تشوفوا بنفسكم يعني. الخدمة 48 ساعة، يعني في أي لحظة يتم الاتصال إحنا حاضرين، حتى لو المكتب مسكر إحنا بنجي، وما دام عمل خير الواحد بيتواصل في أي لحظة نحن جاهزين إن شاء الله. جزاك الله خير يا طبعا عندنا أرقام يعني الاتصال في أي وقت في أي وقت إحنا حاضرين. بس عليكم الاتصال 050 49 40 22. مرحب بكم دائما.